خلونا نبدأ زي ما احنا متعودين دايما بفقرتنا الإخبارية وما حدث بالأمس، لأن امبارح في حياة الأمر واحنا بنحتفل بانتصارات أكتوبر كان في احتفال من نوع آخر. إيه اللي حصل؟ امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر حفل تخرج الدفعات الجديدة من طلبة الكليات العسكرية، وده كان في مقر الكلية الحربية. وجه السيد الرئيس التحية والتقدير والاحترام لأسر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وتقدم تهنئة ليهم، وكمان وجه سيادته بتحية وتهنئة للخريجين من الضباط الجدد. مش هطيل عليكم، لكن خليني الأول أن أنا أوجه كل التحية وكل الاحترام للأسر اللي موجودة معانا النهاردة لحضور حفل تخرج أبنائهم من الكليات المختلفة. برحب بيكم أهلا وسهلا وألف مبروك، ألف مبروك. وأيضا أوجه التحية والتهنئة لأبنائنا الخريجين من الضباط، وأتمنى لهم كل التوفيق، أتمنى لهم كل التوفيق في حياتهم. يعني لسه أول خطوة النهاردة في حياة الضابط المتخرج، وده الحقيقة بيمثل خطوة مهمة قوي وخطوة رائعة وعظيمة في حياتك، حياة كل اللي اتخرجوا إن شاء الله، سواء كانوا من الكليات العسكرية أو حتى من الكليات المدنية. خلال حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية كمان أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن دور الجيش المصري إن هو يحمي ويصون ويضحي، كل ده بيعمله علشان تبقى البلد دايماً ثابتة مستقرة وآمنة وسالمة بمشيئة المولى عز وجل. مش هنسى أقول للضباط الجدد المتخرجين، وأنا قلت الكلمة دي يمكن في من يومين لوزارة الداخلية أثناء أو في كلية أكاديمية الشرطة، لما بقول لهم خلي بالكم أنتوا دوركم كبير قوي قوي، ولو شفتوا التضحيات اللي اتقدمت خلال مش بس السبع ثمان سنين اللي فات، ما احنا كنا النهارده بنحتفل او بنقول اسماء قاده عظام كانوا موجودين، وفي شهداء لينا ومصابين كانوا في اكتوبر. احنا بنحتفل كل سنه بالذكرى والانتصار ده. اللي انا عايز اقوله برضو، حتى في حربنا ضد الارهاب كان في شهداء ومصابين، دايما حريصين ان احنا نذكرهم وناكد ان احنا مش بس الدوله، مش انا، مش الحكومة، لا، كل إنسان مصري يفتكر كويس قوي، كل إنسان مصري يفتكر كويس قوي إن في أسرة قدمت ابنها، الابن ده بقى شهيد بعد ما ربته شاب جميل وقد الدنيا كده، وبعدين قدمته لبلدنا هنا، قدم روحه لها عشان إحنا نعيش بالشكل اللي إحنا فيه. أنا بقول كده للضباط الجدد لأن ده دور، هو ده دور الجيش. دور الجيش ان هو يحمي ويصون ويضحي عشان تبقى البلد دايما ثابتة مستقرة آمنة سالمة ان شاء الله. مش عايز اطيل عليكم، ربنا يوفقكم، وبقول للاهالي وبقول لكم افرحوا، الف مبروك، ربنا يوفقكم، وبدأت المسؤولية عليكم تزيد ان شاء الله، انتوا قدها بالتعليم اللي انتوا تعلمتوه وبالتأهيل اللي انتوا تأهلتوه، ان شاء الله هيبقى خطوة للأمام. ربنا يا رب يوفقكم فيها ويحفظكم ويحفظ مصر في أمن وسلام إن شاء الله. ألف مبروك، ألف مبروك، شكرا. يعني رحم الله شهداء الوطن ممن ضحوا لأجل أمن واستقرار هذا الوطن. كمان أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، أكد أن مصر هتعبر الأزمة الحالية، وقال المرحلة دي إن شاء الله هنعبرها بخير وسلام، وأتصور أننا متابعين كل المصاعب اللي موجودة مش بس لبلدنا لكن في العالم ككل. يمكن كنتوا كلكم بتشوفوا يعني شهدائنا ومصابينا، وكنت بتقول يا ترى الدنيا دي هتفضل كده ولا لا؟ كنت انا متاكد ان بفضل الله سبحانه وتعالى ده هتعبر زي ما كتير من الازمات بتعبر. واللي يقرا التاريخ هيشوف كده كتير. وده اللي انا يهمني ان انا اقوله لكم دلوقتي لينا ولكل المصريين.
ومش لكل المصريين بس، للدنيا كلها. الدنيا ما بتفضلش على حالها، ودايما ربنا سبحانه وتعالى ايده الطيبه موجوده معانا كلنا، مع الدنيا كلها، ولا ما كانتش ابدا استمرت. انا عايز اقول ان المرحله ديت اللي احنا موجودين فيها وكانت صعبه علينا كلنا، ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله هنعبرها بخير وسلام. واتصور ان احنا كلنا متابعين كل المصاعب اللي موجوده، مش عندنا في بلدنا بس، في الدنيا كلها. لكن زي ما قلت كده، الازمه بتاعت كورونا اللي استمرت سنتين تقريبا عبرت بسلام باثارها يعني، لكن عبرت بفضل الله سبحانه وتعالى. والنهارده احنا موجودين بنقول خلاص، يعني احنا نقدر نقول ان الموضوع ده يعني اثاره بقت يمكن التعايش معه. برضو الازمه اللي احنا موجودين فيها ديت حتى لو كانت ليها اثار صعبه علينا دلوقتي، لكن ازمه وهتنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي يبقى يبقى تبقى الاوطان، اللي يبقى تبقى الاوطان، تبقى البلاد، يبقى الاستقرار، يبقى الامان، يبقى السلام. لان بالمناسبه مفيش بلد هتتقدم في الدنيا وتعبر مشاكلها الا بالامن والاستقرار. واتصور ان احنا، وانا مش هكرر ده كتير، لكن انا اتكلمت في المساله دي كثيرا قبل كده، وقلت لكم ان احنا المشاهد اللي بنشوفها حوالين مننا بتؤكد حاجه واحده بس، ان الجهد اللي بيتبذل مش بس من رجال الجيش والشرطه، من كل مواطن مصري للحفاظ على الدوله ديت، الجهد ده جهد مشكور جدا جدا، وهو اللي بيخلي ال 104 واكتر اللي موجودين على ارض مصر عايشين وفي امل في بكره. كل المصاعب اللي موجوده بفضل الله سبحانه وتعالى هنعبرها، واحنا في خير وبخير، واقدر اقول ان احنا يعني واقفين برضو على ارض صلبه، ما عندناش تحديات كبيره قوي زي بلاد اخرى. ليه؟ عشان بس الامن والاستقرار اللي موجود في مصر نقدر من خلاله نعمل اي حاجه. يعني تمر الصعاب وما يتبقى هو الوطن، وعلشان كده يعني لابد ان احنا كلنا نحافظ على هذا الوطن، نحافظ على الامن، نحافظ على الاستقرار. وزي ما احنا شفنا امبارح قوات على اهبه الاستعداد للزود عن هذا الوطن، ويمكن امبارح كل اللي احنا شفناهم دول، يعني ربنا يحفظ الجميع، هم في حقيقه الامر مشروع شهيد، لان عقيدتهم حاجه واحده فقط، النصر او الشهاده. خلونا نروح لمجموعه اخرى من الاخبار اللي حصلت، لان امبارح كان في اخبار واحداث يعني متعدده، منها لقاء رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بوزير قطاع الاعمال، وده لمتابعه ملفات عمل الوزاره. كمان كان في زياره للدكتور مصطفى مدبولي لشرم الشيخ لمتابعه ترتيبات انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27، بالاضافه لاخبار تانية كتير هنتابعها بالتفصيل من خلال هذا التقرير. مجموعة من الأخبار المهمة حصلت امبارح، أبرزها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال الاجتماع استعرض وزير قطاع الأعمال الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الشركات التابعة للشركة القبضة للقطن والغزل والنسيج، اللي بتشتغل في مجال حليج وتجارة الأقطان وصناعة الغزل والمنسوجات والملابس. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية لمتابعة مجموعة من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة. وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع صناعة الدواء باعتبارها واحدة من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، مع العمل على تعظيم الإمكانيات اللي بتمتلكها مصر بهدف دعم التنافسية العالمية في مجال هذه الصناعة. امبارح وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة 27 لقمة مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، واللي هيتم عقدها الشهر الجاي. وأكد رئيس الوزراء أن الزيارة جت بهدف مواصلة متابعة ترتيبات انعقاد المؤتمر مع قرب ميعاده لضمان خروج الحدث بالصورة المشرفة واللائقة.
من ناحية تانية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مدينة شرم الشيخ وزار عدد من مشروعات التطوير اللي بيشهدها مطار شرم الشيخ الدولي للوقوف على سير العمل، ومن بينها المهابط والممرات وصالات الوصول والمغادرة ومداخل ومخارج المطار وأعمال تنسيق الموقع. وأكد دكتور مدبولي أن مطار شرم الشيخ هو البوابة الأولى لدخول هذه المدينة الساحرة، علشان كده الدولة حريصة على النهوض الدائم بمرافق هذا الصرح وخدماته لتوفير تجربة مريحة وممتعة للزوار والسائحين. تابع كمان الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ موقف تقدم الأعمال بالمنطقة الخضراء اللي بيتم إقامتها بحديقة السلام، وكمان المنطقة الزرقاء اللي بتتولى إدارتها سكرتارية الأمم المتحدة، وده استعداداً لاستضافة العديد من الفعاليات خلال قمة المناخ COP27. وأكد رئيس الوزراء إن اللي بيتم تنفيذه من أعمال في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر COP27 بيعكس حجم التنسيق بين مختلف الجهات المصرية، وكمان التعاون في هذا الصدد مع الجهات الدولية المعنية، وده اللي بيأكد قدرة مصر على تنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث العالمية. امبارح أكدت الحكومة إن الأخبار المتداولة بخصوص إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية من الصف الرابع الابتدائي والحد الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الحالي هو أخبار غير صحيحة، وإن المنشورات المتداولة بخصوص الموضوع ده ملهاش أي أساس من الصحة وغير صادرة عن الوزارة، وشددت إن نظام المناهج زي ما هو مفهوش أي تغيير. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات الجوية احتفلت بعيدها 90 على نشأتها. وأكد الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية إن القوات الجوية بتمارس مهمها بكل عزيمة وإصرار وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية، علشان تكون دايماً على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر. وهنأ رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية اللي بيوافق ذكرى يوم 14 من أكتوبر عام 1973، اللي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة بمعركة المنصورة. يمكن خلاص بدأ العد التنازلي لانعقاد قمة المناخ COP27 اللي بتنعقد أو هتنعقد بمشيئة المولى عز وجل في مدينة شرم الشيخ، وزي ما احنا شفنا متابعة دولة رئيس الوزراء لكل مجريات الأمور اللي بتتم على أرض شرم الشيخ اللي بتتحول للكامل لمدينة خضراء. ويمكن شفنا دولة رئيس الوزراء وهو بيتفقد المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء. المنطقة الزرقاء هي المنطقة اللي بتدار من يعني الأمم المتحدة تحديدا، وهيعقد فيها الاجتماعات الرسمية وفيها قاعات عامة وفيها أيضا غرف اجتماعات جانبية بالإضافة لمكاتب التحالفات. أما المنطقة الخضراء فهذه المنطقة هي منطقة تدار من قبل الحكومة المصرية، منطقة مفتوحة للعامة، لأن في المنطقة الزرقاء بيكون الدخول وفقا لمن لديهم يعني إذن من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية. يعني ده نأكد على حاجة، بيأكد إن في تنظيم، في فعلا يعني زي ما احنا شفنا قبل كده في المحافل الكبرى والاحتفالات الكبرى اللي قامت بها مصر وكانت مشرفة وتحدث عنها العالم أجمع، ان احنا امام حدث ضخم، امام حدث يليق باسم مصر، ونتمنى طبعا التوفيق لكل القائمين على هذا الامر. والاهم من ده اللي احنا نعبر من يعني مربع أو من خانة التعهدات للتنفيذ تحديدا، ويمكن هو ده الشعار اللي رفعه مصر في هذه النسخة من نسخ يعني قمة المناخ COP27. خلونا نروح لموضوع آخر وتحديدا جولة المحافظات، لأن معانا أخبار متعددة في محافظات الجمهورية المختلفة حصلت بالأمس. يمكن أبرزها ما حدث في محافظة أسوان اللي اعلنت تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءه طريق كيما والسماد بقيمه بتقدر ب 154 مليون جنيه. خلونا نروح كمان للرعايه الصحيه في محافظه الاقصر، لان هناك تم اطلاق مبادره صحتك امانه للاكتشاف المبكر للاعاقات الخاصه بالاطفال، واخبار تانية كتير هنعرفها من المحافظات المختلفه من خلال هذا التقرير. The cat sat on the mat.
محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تابع الأعمال الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة طرق كيما والسماد اللي بدأت من 3 أسابيع بطول 8 كيلومتر وبتكلفة تقديرية وصلت لحوالي 154 مليون جنيه بنظام الطبقة الخرسانية. الهيئة العامة للرعاية الصحية أطلقت مبادرة صحتك أمانة للتوعية بكيفية الاكتشاف المبكر للإعاقات المختلفة عند الأطفال، وده للمنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، خصوصاً إن المبادرة بتستهدف المترددين من المرضى وذويهم على المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل. منطقة الفيوم لكمال الأجسام نظمت بطولة منطقة الفيوم للناشئين تحت 19 سنة، ودي البطولة المؤهلة للاشتراك في بطولة الجمهورية اللي هتتلعب في محافظة الغربية يوم الخميس 20 أكتوبر. بيشارك في البطولة 65 لاعب من أبناء محافظة الفيوم، وتمت التصفية والمنافسة على 6 مراكز هتمثل المحافظة في بطولة الجمهورية. في مدينة شرم الشيخ انتشرت ماكينات إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية والكنز واستبدالها من المواطنين بنقاط على التليفونات المحمولة، وده الأول مرة في المدينة علشان تكون مدينة خضراء قبل قمة المناخ في شهر نوفمبر اللي جاي. الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية أكد إن إجمالي ما تم تحصينه لحد إمبارح 10,000 رأس أغنام على مستوى المحافظة خلال الحملة القومية لتحصين الماعز والأغنام الصغيرة ضد مرض طاعون المكترات الصغيرة في كل قرى ومراكز المحافظة، وده حفاظاً على الثروة الحيوانية اللي بتمثل جزء من الأمن الغذائي المصري. اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عمل اجتماع موسع للوقوف على الاستعدادات النهائية لمواجهة موسم الأمطار، واللي أكد خلاله على الأجهزة التنفيذية ضرورة وضع خطة استباقية للتعامل الفوري مع الأمطار تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووضح أنه تم تحديد 200 نقطة تجمع متوقعة للمياه للتعامل الفوري معها من خلال 600 معدة وسيارة شفط تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء والمراكز وهيئة النظافة. بدأت مديرية الصحة والسكان بالأليوبية إجراء الفحص الطبي الشامل لطلاب المدارس اللي هيقوم به الأطباء وأطباء الأسنان للسنوات الأولى من جميع المراحل التعليمية في كل المدارس على مستوى المحافظة بالريف والحضر، وعددها 1081 مدرسة، وهيكون المستهدف من الفحص الشامل 237,755 طالب. اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قال إن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمت المحافظة بمبلغ 5 مليار جنيه من أجل إنشاء مشروعات تنموية لصالح أبناء المدينة الباسلة.